أطراف مدينة خانكي في محافظة دهوك شمالي إقليم كردستان العراق تحتضن أكبر مخيمات النازحين الأيزيديين. في الوطن البديل شابت أحلام البعض في انتظار انتهاء الأزمة، فيما تمرغ مصير هؤلاء بوحل شتاء تلسع هبوبه أجسادهم الغضة لدرجة يصعب تحملها. الشتاء يفتك بنا، نحتاج لمساعدة عاجلة. ملابس الأطفال كلها صيفية وهم يحتاجون للأحذية. الشتاء بارد جدا، هم يموتون الآن. حاجة هؤلاء العاجلة لكل شيء، فمنذ بداية فصل الشتاء لم يدخل للمخيم ما يقي البرد والمطر، يشتكي النازحون. فمظاهر الحياة الأولى حاضرة بشدة، ففي رحلة البحث عن الشبع والدفء تحرق مواد بلاستيكية وبقايا أحذية تمزقت في طريق هروبهم الطويل. نحن محتاجين للغاز والقاس وملابس الشتوية ماكو، والأطفال ماكو بيراف. منظمات الأمم المتحدة تقول بطريقة تشبه التهديد باحتمالية توقف مساعداتها للاجئين والنازحين في العراق وسوريا والدول المجاورة، وعن عجزها تقديم مواد إغاثية لازمة لهم في فصل الشتاء لأنها تفتقر إلى التمويل.